معاي ومعاكم الكابتن الإعلامي حبيبي أخوي الرياضي إسلام أحمد إبراهيم الدسوقي أبو ياسين، طبعا من أجمل الإعلاميين في الوطن العربي ومن أجمل الإعلاميين اللي شاهدتهم أنا حقيقة وتعاملت معهم عبر بوابة المنتدى والفكر العظيم من منبري أنا الزاوية الرياضية الكابتن معتصم بدير، منكم وإليكم ومعكم معانا وأخويا الدكتور الإعلامي الرياضي والمدرب إسلام أحمد إبراهيم الدسوقي من جمهورية مصر العربية. طبعا أخوي وحبيبي إسلام من أجمل ما كتب، من أجمل ما صدر، من أجمل ما روى عن النجوم والزمن الجميل في رياض بناء الأسام الرياض عام ككل. طبعا وحاصل عدة تكريمات، بورد أمريكي يعني ما شاء الله عليه، متنوع بالفكر، متنوع بالعلم، متنوع بالمجال الإعلامي. كابتن من جمهورية مصر الجميلة، بلد الحضارات والعراقة والأصالة والتاريخ، بلد النهر النيل وجمالها، بلد يعني زي ما قالوها أم الأهرامات، أم الوطن العربي مصر. حبيبي وأهلا وسهلا فيك طبعا في برنامجنا اليوم خنسميه الزاوية الرياضية عبر منبر منتدى أفاق فكري فكرية، وأهلا وسهلا فيك حبيبي دكتور إسلام. بحضرتك. السلام عليكم أخبارك يا سيدي؟ وبركاته. أخبارك صديقي؟ أنا الحمد لله تمام السلام كتير ورحمة الله وسهلا فيك. وسعداء طبعا باللقاء مع حضرتك، وكان لنا الشرف الله يرضى دائما عليك، نفتخر بذلك. وطبعا أنت الله يرضى عليك، هذا شرف لنا أكيد. من أفضل الإعلاميين والصحفيين على مستوى الوطن العربي، صاحب القلم الذهبي، الله يرضى عليك، كلنا بنفتخر الله يرضى بوجودك عليك أستاذي وحبيبي، المدرب الدولي الله العالمي، يخليك صاحب يعني حبيبي أقول لك الإنجازات اللي إحنا طبعا بننبهر بيها، وطبعا إحنا شهادة ليك يعني. قدوة ونتمناك دائما بخير وكل المصريين. حتى كان دايما دكتور سعد عثمان يكلمني عنك وعن مجهودك الجميل، والله بعض حبيب الأبطال أخويا أستاذ سعيد، دكتور سعيد عثمان حبيبنا أخونا الكبير، وكل نتشرف فيك الأبطال كمان. كل الأبطال حتى والله في كان في المهرجان للأبطال الخارقين ما تابع كابتن طارق رياض، قابلت الأبطال سمعتهم بيقولوا أبطال وجل الجيل السلامة الذهبي، حبيبي، بيقولوا لي عندنا كابتن معتصم بدير عارف ذكرياتنا اللي احنا ناسيينها. قلت لهم كابتن معتصم والله يعني كان هوري لك الصور، مجمع ابطال الجيل شهادة شهادة الذهبي قاعد، يعني اقول لك كابتن رجب العجوز وكابتن علي رامبو واستاذ حبايبي علي الفريق رب، اللي هو كان حبايبي موجود. عايز الحمد اقول لله لك ما شاء الله اللي بيقولوا يعني عارف ذكرياتنا يعني فعلا. وبعض الابطال يعني انت بسم الله ما شاء الله، يعني لما حتى الحمد لله كلمت بعض الابطال برضو النجوم قالوا لي انت جبت المعلومات دي منين؟ قلت لهم احنا عندنا الموسوعه من ضمن الموسوعات الله يرضى العالميه عليك كابتن معتصم بدير. طبعا احنا كلنا بنفتخر بيك الله يرضى وسعيد عليك الله النهارده يرضى اللي عليك انا طلعت خليني معاك وتحسب لي في السي في بتاعي اللي انا هاي احطها شهادة قبل لي اللي اللقاء، طلعت معي حبيبي انت، الله يرضى قبل عليك اللقاء مع استاذي وحبيب قلبي. طبعا انا بشكرك على المقدمه الجميله، وانت انسان جميل وانا حبيبي، هذا بحبك اخر شيء جدا الله يرضى عليك، خلي لي اياك الله يبارك فيك، حبيبي وانا شاكر لك وشاكر لوجودك حبيبي. وحبيبنا انت، يعني ما لناش غنى عن ابطالنا في مصر ونجوم الوطن العربي بشكل عام. يعني احنا اذا بدنا نذكر احنا تواريخ وارقام، هاي التواريخ والارقام سجلت لنا للجيل القادم، الجيل اللي جاي، جيل الفايح خلينا نسميه، لانه احنا لما تيجي تسجل انت على تواريخ سنه العشرين، سنه الثلاثين والاربعين والخمسين، هاي ما نسميهاش ذكريات، احنا غلط نسميها ذكريات، لازم لا لا نسميها ده تواريخ تاريخ. لنا، هاي تحفظ تاريخ لنا يحفظ، ما لنا نسويها ذكريات ونحط التاريخ على الرف، حرام، لانه على زمن خلينا نحكي في زمن عن ازمان تختلف، زمننا الان على التليفون ممكن تعمل لحالك تاريخ، على فعلا التليفون تعمل لحالك نمط، تعمل لحالك اسلوب خاص. يا دكتور اول ما كانت هاي الشغلات ونفتقر فيها، كانت حتى سنه الثمانين والتسعين، انا ابن السبعين، سنه الثمانين والتسعين حتى صح يفتقروا من الاشي هذا، كانت حبيبي يعني الله يرضى عليك لما كان احنا يجي ياخذ كلامنا الكاميرا بده يصور 24 صوره او 36 صوره بيتغلب كيف يحمضها ويجيبها الى فعلا اخره، بعدين بمل ما بيمشي على المسار نفسه.
احنا فهاي للاسف احنا اللي كنا فيها نتخذ فيها حبيبي، احنا خدنا ثقافه النجوم المدرسه القديمه وبنطبقها، ولكن الاول ما كانش فيه امكانيات زي ما حضرتك قلت، يعني احنا استلمنا منهم الرايه وبنحاول نجمع المعلومات والصور واللحظات اللي هم قدروا يرفعوا فيها، يعني مثلا اللي يعني اقول لك ايه، نفتخر بيهم بانجازاتهم، فعلا قدروا يعملوا اللي احنا نفتخر بانجازاتهم في وقت ما كانش فيه امكانيات، وتاريخهم مازال موجود بينا وبنتعلم منه. فاللي انا ببقى زعلان منه دايما ان الشباب طبعا ما تعرفش تاريخ الرياضه، فاحنا دايما بنكتب عن تاريخ الرياضه لان هو ده اللي يستحق الكتابه، يعني تنظر للاجيال يعني اللي حوالينا عندها ثقافات الغرب، طب احنا عندنا ثقافه العرب عظيمه، احنا ثقافه العلم والحضاره والرياضه، عندنا تاريخ رياضي عظيم. او بسالك سؤال دكتور، هو احنا جالنا تشبع انجازات في العاب القوه زي كمال اجسام ورفع اثقال، جالنا تشبع في انجازاتها فتركناها تشجيعها فتركنا تاريخها؟ لا، نحن نفتخر بهذا التاريخ لانه تاريخ عظيم ومشرف. صحيح. بعدين في 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 نقطة احنا لازم يعني نذكرها، وللأسف ما بتذكرها تاريخنا ولا بتذكرها جرائدنا ولا بتذكرها مجلاتنا، مع احترامي لنجوم الرياضة وعالم الرياضة ومجلات اللي درست، كلنا درسنا من تحت ايديها، اللي هو احنا خلينا نسمي في أبطال يعني كانت يعني مش التاريخ يدرسها، تدرس المدارس، تدرس في الجامعة.